تجمع أسرار القرآن وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان إعجاز حمل التعجيز قول بالأسرار وجيزة بالقلب يصوغ تحفيزا والخير لأجل الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من أسرار القرآن. نتأمل في كلام الله عز وجل، نحاول أن نتدبر هذا القرآن ونرسم به حياتنا، وأن نكون عاملين بهذا القرآن سائرين على وفق ما أراده الله جل وعلا منا. في اللقاء الماضي وقفنا عند المعالم التي ذكرها الله جل وعلا لأهل الطريق الذي يسيرون في طريق الهدى والخير والصلاح، وقد وصفهم الله عز وجل بثلاث صفات: أنه كما قال أنهم ممن يعطون، وممن يتقون الله سبحانه وتعالى، وممن يصدقون بالحسنى. فمن كمل هذه المراتب الثلاث فإن الله عز وجل وعده أن ييسره لليسرى، ولا يخلف الله جل وعلا وعده. تحدثنا عن الأول وهو قوله أعطى والعطاء وما يتعلق به، ثم تحدثنا عن التقوى، وذكرنا أن للتقوى ميزان ذكره علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله هو الخوف من الجليل، أن يكون الخوف من الله في قلب عبده، والعمل بالتنزيل، أن يكون العبد عاملا بهذا القرآن العظيم، والثالث الاستعداد ليوم الرحيل. هناك أناس فكرة الاستعداد ليوم الرحيل ليست قائمة في أذهانهم، قد يكون بسبب تقصير. ولذلك من الاستعداد ليوم الرحيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالوصية، أن يكتب المسلم وصيته، لا ينبغي لمسلم أن ينام إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه، ما له وما عليه، ماذا يريد أن يوصي من بعده، ماذا عليه من واجبات وما له من التزامات. هذا من الاستعداد ليوم الآخر. من الاستعداد أن يكون المسلم متهيئا في أي وقت. بعض الناس تجد أنه لا يعمل بالطاعة ويقول إذا كبرت أؤدي الصلاة، إذا كبرت أحرص على الصيام، فلا يزال يمني نفسه، فإذا بلغ من الكبر عتيا وجد أنه غير قادر على أن يقوم بهذه الواجبات. القضية في قضية العبادة، وهذا أمر نقولها لشبابنا الآن وربما بعض كبار السن الذين كانوا مقصرين في بداية حياتهم يشعرون كثيرا بهذا الكلام الذي سأقوله، أن يوفق الله العبد للطاعة والعبادة فيها نوع من اعتياد النفس ولذتها. الذي اعتاد على الصلاة وهو صغير سيجد من العنت والمشقة عليه ترك الصلاة إذا كبر، والذي يضيع الصلاة وهو صغير سيجد من العنت والمشقة إذا كبر أن يحافظ على هذه الصلاة. والنفس كالطفل، إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطمي. القضية ليست قضية جسد يؤديه الإنسان، هي روح الإنسان، قلبه، هل هو أيضا اعتاد وتلذذ بهذه الطاعة، أم أن الطاعة أصبحت في عقله الباطن تمثل له ثقل، وتمثل له عبء، وتمثل له صعوبة يقوم بها في حياته. ولذلك
أذكر نفسي وإخواني ألا نسوف، اجعلوا نفوسنا تعتاد على فعل الطاعة من الصغر قبل أن يكبر الإنسان. مشاهد يراها الإنسان، أحد الأشخاص الذين أعرفهم معرفة جيدة في ساعات احتضاره وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة لما شعر وأدرك الموت، الشيء الوحيد الذي كان يؤديه هو أنه يقوم ويقوم بحركات الوضوء ثم يكبر، كل ذلك لا يشعر به. اعتاد قلبه على أمر فحرك القلب الجسد حتى في آخر لحظات حياته، فيقبل على ربه جل وعلا وهو بهذا العمل الصالح الطيب الذي تقرب به إلى الله. لذلك المسلم يعود نفسه من الآن، عود نفسك على الطاعة، وإياك أن تعود نفسك على ما يضرك إذا كبرت. لا تعود نفسك على فعل تراه الآن تقول أنا شاب أفعله، فإنك إذا كبرت يصعب عليك الخلاص منه، يصعب عليك تركه. من الآن ابدأ، غير نفسك، زكي روحك، أقبل على خالقك سبحانه وتعالى. في قوله واتقى، العلماء لهم أقوال كثيرة في التقوى. أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال التقوى ترك الإصرار على المعصية وترك الاغترار بالله، لا تصر على معصية ولا تغتر بالله جل وعلا. والمراد أن البعض يفعل الذنب ويقول أن الله غفور رحيم، صحيح، لكن الله قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. أيضا مما جاء قالوا التقوى ألا يراك مولاك حيث نهاك. إذا كنت أنت في مكان تعلم أن الله لا يحبه فاعلم أنك لا تسير في طريق أهل التقوى. لكن من أجمع ما قيل وذكر في التقوى قول طلق بن حبيب قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله جل وعلا. أعيد، يقول التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ماذا ترجو؟ ترجو ثواب الله. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. لماذا هذا التعريف من أجمع التعاريف؟ يقول شيخنا ابن القيم رحمه الله، يقول وهذا من أنفع التعاريف وأجمعها، لأنه اشتمل على ركني التقوى وهما المبدأ والغاية. كل عمل تتقرب به إلى الله لا بد له من مبدأ ولا بد له من غاية. المبدأ أنك تريد بهذا العمل طاعة الله، ماذا تريد بهذا العمل؟ الإيمان. ما الذي حركك؟ هو الإيمان بالله. قال أن تعمل بطاعة الله، أن تترك معصية الله. الثاني الغاية، ما هي الغاية؟ قال في الأولى ترجو ثواب الله، قال في الثانية تخاف عقاب الله. وكل عبادة إذا اشتملت على المبدأ والغاية فإن العبد يكون لله فيها من المتقين. مثال، قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا، هذا المبدأ، واحتسابا، هذه الغاية. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وبالتالي يسير العبد في هذا في الطريق الذي أراده الله جل وعلا له، وهو طريق الخير والإحسان. ما معنى أن تكون من المتقين؟ يقول بعض السلف والله، وأرجو أن تلاحظوا هذه الكلمة، قال والله لو علمت أن الله تقبل مني حسنة واحدة لتمنيت بعدها الموت. لو علمت أن الله تقبل مني حسنة واحدة لتمنيت بعدها الموت. قالوا له لما؟ قال لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين.
فإذا تقبلها الله فأنا من المتقين، فإذا كنت من المتقين كان لي إن للمتقين مفازة، حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. نسأل الله أن يكتبنا من المتقين وأن يعمر قلوبنا باليقين. إلى لقاء قادم بإذن الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بحر عظيم التبيان نجمع أسرار القرآن، وعلى الآفاق لنا يغدو بالحق دليل البرهان، بالحق دليل البرهان. جاءت بكتاب مسطور يدعونا لطريق النور، ما بين خيال وشعور نبحر في فكر الوجدان. إعجاز حمل التعجيز، قول بالأسرار وجيزة، بالقلب يصوغ تحفيزا، والخير لأجل الإنسان.